في إطار متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ولتكثيف جهود الوزارة بتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة وبأجور مجزية، افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان معرض التوظيف في القطاع الطبي الخاص الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 26 وحتى 27 من يونيو الجاري في مبنى الوزارة. وظائف متنوعة شملت تخصصات مختلفة طرحها معرض التوظيف المختص في القطاع الصحي لاستقطاب الباحثين عن عمل في هذا المجال، حيث يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض العامة والمتخصصة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. جميع القطاعات اليوم تعمل على زيادة نسب الكفاءات البحرينية العاملة لديها وتستفيد من الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الوزارة وتقدمها تمكين لإثبات الأفضلية لتوظيف البحريني. اليوم أكثر من 835 وظيفة في المجال الطبي والعلاجي معروضة اليوم في المعرض. تنوع هذه المعارض تثبت الجانب التخصصي والوظائف النوعية المقدمة في جميع قطاعات الدولة. 53 منشأة عاملة في القطاع الصحي الخاص شاركت في المعرض ب 850 وظيفة في مختلف التخصصات، منها 350 وظيفة شاغرة قدمتها الجهات المشاركة و500 وظيفة يوفرها بنك الشواغر. خلين عدة وظائف في المركز الأمان الطبي، شتى المجالات، ممرضين، أطباء. طبعا نحرص على توظيف البحريني أولا في مركزنا الطبي، نشجع الشباب، نحثهم على العمل في جميع التخصصات، يعني سواء كان ممرض، موظف استقبال، دكتور، والرواتب تكون متفاوتة بين التخصصات. احنا على طول في كل معارض اللي تسويها وزارة العمل احنا متواجدين الحمد لله على طول السنوات اللي مضت. بالنسبة إلينا المعرض جدا مفيد، طبعا المعرض يستقطب مجموعة كبيرة جدا من البحرينيين، وبالنسبة إلينا احنا نحصل بعض الوظائف اللي بشكل عام ما نحصلها، فموظفين وزارة العمل بالنسبة إلينا جدا متعاونين. بعض المهن مثل الصيادلة ما تتحصل بالسهالة عندنا، هذا يسهل على يعني حصول الوظيفة. ثاني شيء الوزارة ما قصرت والوزير ما قصر، يفتتح أبواب الوزارة حق المراجعين والباحثين عن العمل، هذا شيء خطوة مباركة ممتازة إن شاء الله، إن شاء الله يحصل منها وظائف. نسخة ثالثة أكملت سلسلة النجاحات التي حققتها المعارض السابقة من معارض التوظيف، خاصة وأنها تعتبر منصة لتوفير العديد من حملات التخصصات الطبية، حيث جاءت هذه النسخة لتدعم القطاع الطبي الخاص في مملكة البحرين. هذا المعرض يفتح الباب على مصراعيه ليستقطب خريج القطاع الصحي من خلال طرح العديد من الوظائف للاستفادة من الطاقات الشبابية في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.